هذه المباراة اللي قلقانة شوية، عندنا مباراة يوم الاثنين إن شاء الله مع النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي ما شاء الله ماشي كمان بقوة يعني، وماشي بأداء فني وماشي بمكسب مقنع كمان. الكابتن حسام بدري قرر إن يبقى في تمرين بكرة ومفيش راحة علشان مباراة الإسماعيلي بكرة، التمرين إن شاء الله الساعة 10 الصبح. يا كابتن ربيع مفيش راحة، لا للراحة. ما احنا قلنا مهم جدا كل أربع أيام مباراة، مهم جدا التدوير، مهم جدا الراحات، مهم جدا الاستشفاء، مهم جدا الاختيارات. طبيعي جدا ان دي بطوله كبيره جدا، بطوله مفضله بفضل الله تعالى، والاهلي ان شاء الله بقوه، مفيش كلام انه مرشح بقوه طبعا، ولا نزيه ولا أنا يعني ببعد عن البطولات. فطبيعي جدا الفتره الجايه الدقه مطلوبه في حاجه. اه استاذنك معانا النجم كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام لفريق الانتاج الحربي. اهلا بيك كابتن مجدي. اهلا بيك كابتن ميدو، اهلا بيك. هارد لك معلش. ربنا الحمد لله الحمد لله. احنا عاملين نبعت لك على الجروب كلنا هارد لك اهو علشان يعني نشد من ازرك شويه. مش عايز اضحك بقى، احنا رسمي بقى دلوقتي. كابتن ربيع ياسين، كابتن اسامه عرابي بيسلموا عليك. سلم على كابتن اسامه وكابتن ربيع. اهلا وسهلا بيك يا مجد، وهارد لك. هارد لك يا مجد. الحمد لله ربنا يخليك. عملت شوط كويس الشوط الثاني وضيعته، وكان ممكن المباراه تنتهي على الاقل تعادل. اه بالظبط، هو ده اللي زعلنا كجهاز وزعل كابتن. احنا يعني النادي الاهلي النهارده ما كانش في الحاله المثلى بالنسبه له. صحيح. اللعيبه كمان ادت الشوط الثاني بشكل كويس جدا، وكنا اقرب ان احنا كمان نخطف المباراه لولا خبره النادي الاهلي والخطا اللي حصل في الجول الثاني. ده اللي بس مزعل الفرقه، ان احنا كمان عندنا مباريات صعبه جدا اللي جايه. بالظبط بالظبط. خارجين من سلسله مباريات كمان قبل كده سلبيه، فكنا اتمنى النقطه النهارده قدام النادي الاهلي كانت تفرق معانا كتير جدا في المباراه اللي جايه. اكيد يا كابتن مجدي، لكن يا كابتن مجدي يعني قول لي ايه اللي بيحصل بين الشوط الاول بالنسبه لكم والشوط الثاني؟ يعني الشوط الاول كان فيه الاهلي متسيد المباراه تماما باستثناء ضربه الجزاء، بعد كده انتوا الشوط الثاني نزلتوا تسيدتوا المباراه، كنتوا ممكن تحرزوا يعني هدف او هدفين كمان، لكن ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ طيب بص يا كابتن ميدو، انت شفت الشوط الاولاني الكابتن اسامه والكابتن ربيع شافه. اه طبعا. الاهلي متسيد لكن ماسك الكوره، لكن ما فيش اي خطوره بالنسبه لنا على المرمانة. احنا مقفلين بشكل كويس جدا، وكنا عايزين بس نوصل المباراه الشوط الاولاني ان هي تعادل مع الشوط الثاني، ومع تغييراتنا كان ممكن يبقى فيه يعني ايجابيه اكثر بالنسبه لنا على المرمى. كان عندنا فرص الشوط الثاني، كنا لما نزلنا الشوط الثاني كابتن مختار اتكلم بين الشوطين، وكمان هدف التعادل بالنسبه لنا جاي في وقت مثالي بالظبط بالظبط نهايه الشوط الاولاني. الكابتن مختار اتكلم واللعيبه كان في مش عايز اقول رهبه، لكن كان في عدم تنفيذ تعليمات الكابتن مختار في ان هم نلعب بالكره لقدام. كنا دايما حتى لما بنمسك الكوره ده اللي كان بيأخرنا، ان احنا كنا بننقل الكره بالعرض كتير وكان بياخد مننا وقت، ما كناش بنستغل الحاله اللي كانت فيها النادي الاهلي في عدم التمركز في بعض الكور، ان احنا نقدر نوصل للمرمى بشكل اسرع. وزي ما انت قلت النادي الاهلي لعب الشوط الاولاني واحنا اخذنا الزمام الشوط الثاني، لكن خلينا فرص اكتر في الشوط الثاني من النادي الاهلي على الشوط الاولاني. يعني يا كابتن مجدي برضو اسمح لي اقول لك، في عندكم ثغرات دفاعيه كبيره جدا، بيبقى في ضغط هجومي في الانتاج على النادي الاهلي في منطقه النادي الاهلي او في وسط ملعب النادي الاهلي او حتى في منطقه دفاعات النادي الاهلي، بس الجزء الدفاعي بتاعك يعني الهدف الاول لما تشوفه، طبعا حل المباراه بنشوف المباراه على اجزاء لسه طبعا انت ما شفتهاش، الهدف الاول كان ممكن يحصل بالظبط هدف زيه، لكن اجاييه بدل ما يباص الكوره لازارو باص الكوره لاحمد حمودي، لكن في ثغرات دفاعيه عندك واضحه جدا نتيجه ضغط هجومي وعدم تقفيل دفاعي كويس، مش عارف انت واخد بالك من الحته دي ولا لا. تمام. طبعا بص احنا بنتكلم دايما على الاخطاء بعد المباراه، وبنقعد وبندم ونشوف المباراه اكثر من مره. احنا اتكلمنا مع فادي ولؤي وعملوا جيم كويس النهارده، لكن الاخطاء انت عارف ان هي وارده في الكوره اكيد. عدم برضو تمركز خط نص الشوط الاولاني بشكل كويس، وضغطهم على لعيبه نص الملعب النادي الاهلي كان بيدي مساحات في ظهرهم لاجاييه ولوليد ازارو ان هم يلعبوا فيها، ده كان بيخلي فادي او لؤي يطلعوا من مراكزهم عشان يقابلوا بالظبط، كان بيفتح خطوط في خط ظهرنا. لكن انت عارف الاخطاء وارده، واحنا كده كده بنشوف الاخطاء دي وبنعالجها. بقول يعني مش عايز ابقى قاسي عليهم، لكن الاهداف يا كابتن ميدو لما بتيجي مباراه اما بتيجي من اخطاء، النهارده جولين عندنا من خطأين بالظبط، لكن لازم هنشتغل عليهم وهنعالجهم. وبقول ما اقدرش اقول غير هارد لك، ان احنا ادينا مباراه كويسه جدا. اكيد اكيد طبعا يعني طبعا طبعا طبعا. الاهلي قدر يحسمها بالخبرات، ولولا الاخطاء دي كنا خرجنا
بنقطه ايجابيه، وان شاء الله لازم نقفل الصفحه دي يا كابتن ميدو ونبتدي نفكر، لان احنا عندنا اربع مباريات جايين صعبين جدا. عندنا النصر بره ملعبنا، عندنا الداخليه بره ملعبنا، عندنا انبي بره ملعبنا، عندنا المصري بره ملعبنا، اربع مباريات ورا بعض صعب جدا فعلا. دي كانت المشكله، فدي كانت دي المشكله اللي احنا لازم نقفل مباراه النادي الاهلي ونبتدي نركز على الاخطاء اللي حصلت في المباراه ونبتدي نعالجها. ان شاء الله يبقى في تحسن في الاخطاء دي ويبقى في علاج فيها سريع يعني. اكيد. كابتن ربيع ياسين معاك كابتن مجدي. بقول لك يا مجدي، هو انتوا يعني برضو الهدف الثاني بتاع عزارو في الدقيقه 76، يعني انتوا ماشي، الحاله الفنيه الهجوميه اتحسنت، الشوط الثاني بقت احسن بكتير من الشوط الاول عندكم. هل انت ما يعني حساباتك مع تيم النادي الاهلي اللي هو عنده تنويع وحلول وممكن يسجل في اي وقت اختلفت من ان انت طمعت انك ممكن تجيب هدف ثاني؟ وليه ما قفلتش دفاعيا في اخر 14 دقيقه وبقت الرقابه شديده والتغطيه؟ لان الهدف الثاني بتاع زارو لوحده خالص يا مجدي. ده دي حقيقه. انا اقول لحضرتك كابتن ربيع برضه عشان ابقى صريح مع حضرتك، هو احنا الجيم كان بالنسبه لنا كنا قافلين بشكل كويس جدا جدا، كنا عايزين نخطف زي ما قلت لحضرتك الاخطاء اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي برضه النهارده لحضرتك شفت المباراه بشكل كويس، النادي الاهلي النهارده مش في حالته تماما. صحيح بالظبط، دي حقيقه. دي حقيقه. فكنا يمكن الكابتن مختار بيتكلم من بره ان انت مش هتقابل النادي الاهلي بالحاله دي بالظبط. فليه ما تستغلش الحاله اللي فيها النادي الاهلي وتقدر تخطف المباراه بالظبط؟ لكن للاسف واحنا مندفعين هجوميا برضو الجول مش جاي من خطا في تمركز او خطا في هجمه مرتده ردت علينا بشكل سريع، او الجول كيف من كرة من اول خطا رقابي يعني، خطا بصراحه لا يخطف. بس معلش انت عارف ان الكرة اخطاء. كمان يا كابتن ميدو وكابتن ربيع، يمكن انت لو عندك اجاي وعندك وليد ازارو وعندك فادي ولؤي، لو الاثنين واقفين صح ومراقبين الاثنين اللي راس حربه صح، مش هيجيبوا جول، ما كانش في ادنى مشكله. بالظبط بالظبط. لكن بقول ما يعني احنا برضو من دفاعنا هجوميا لان احنا نخطف المباراه، سبحان الله ان ربنا اراد ان احنا من يعني ما نخرجش حتى بالبونت. لكن بقول في النهايه هي مباراه جيده، اعادت المستوى اللي احنا بدانا فيه الدوري بالرغم من الهزيمه بالظبط، لكن ان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون احسن باذن الله. كابتن مجدي ان شاء الله تقدروا تعالجوا الاخطاء بمنتهى السهوله لانها اخطاء فرديه وليست اخطاء جماعيه، لكن الفريق ظهر في الشوط الثاني. فادي ولؤي عاملين جيم كويس جدا وسايلنا في مباريات كبيره قبل كده. اكيد طبعا، ده لعيبه كويسه جدا. احنا بنتكلم على اخطاء، وانت عارف طبعا انت كنت نجم كبير وهداف كبير، الاخطاء لازم تيجي في المباراه عشان يجي اهداف. بالظبط. يعني ان شاء الله تقدروا تعالجوها وان شاء الله تقدموا المستوى اللي انتوا ظهرتوا بيه في بدايه هذا الموسم، والسنه اللي فاتت كمان عاملين اداء ولا اروع. ان شاء الله الانتاج يزيد معاكم يا كابتن مجدي عبد العاطي، كل التوفيق لكم في اللي جاي باذن الله. كلام واقعي. هو طمع في الجيم الشوط الثاني. انت وديته سؤال. هاي طبعا انا اخد بالك. ما هو بص عاوز طب هو حقه يطمع برضه يا كابتن مجدي؟ لا بس اقول لك حاجه، يعني هو قال لك احنا مش هنقابل النادي الاهلي. طب اسمعني بس للاخر في الحته دي. اتفضل. لان دي حته فنيه بحته. اتفضل. اطمع بس مش على حساب